الأشواط مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الدستور، أحد أفرع وأذرع المرموم بدانة الدنيا دبي. انطلاقاتنا مستمرة وتحدياتنا الحاضرة في هذا الانطلاق المتميز، شوطنا الرابع عشر مشاهدينا متابعينا الكرام، من أعطت إشارة البدء به منذ لحظات وهو شوط خاص بالحجايج الجعدان لفئة الإنتاج والمنتجين والمهتمين بهذه النوعية. صدارة هذا الشوط والبداية والمقدمة والشباب اللي قاد المجموعة، الشباب اللي انطلق بناموس هذا الشوط يقدم حميد بن حمد بن حميد العويسي، يتابع تحدياته الشبابي ملفت مع المركز الثاني لسعيد بن حمد بن مصلح الحبابي، نتابع المركز الثالث انطلاقة لزام لخليفة بن محمد بن زهر الخيلي، وصول على مستوى المركز الرابع وتقدم في هذه اللحظات مع شاهين لحمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، ننطلق مع المركز الخامس كي أرى التسلل لراهي من يصل بدوره خامسا خليفة بن علي بن حمد العطية، وعلى مستوى المركز السادس نتابع أسر بشعار صالح بن علي بن صالح الحميري، ياتي بهذا الانطلاق مع المركز السادس. المركز السابع انطلاقة شداد لحمد بن سعيد بن يمعة بن فهد الكتبي، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثامن، مع المركز الثامن والأسامي القادمة التحديات أيضا مع المارد لصالح بن سعيد بن مبارك المخيبي، ياتي مع المارد مع المركز الثامن يتسلل المركز التاسع من الجانب الآخر وتين لحمد بن مبارك بن عيسى المطيوعي، وعاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام يصل سكر لسان بن يمعة بن مانع الغويس السويدي، يصل بدوره مع المركز العاشر. هذه النتيجة، النداء الأول، الجولة الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة، والأسامي قريبة من بعضها البعض في هذا الشوط، شوط يوحي بالتحدي والإثارة والتنافس الحاضر أيضا مع هذا الانطلاق المتميز. أول أشواط الإنتاج والمنتجين في هذه التحديات الحاضرة، ولكن الغويص قلم موازين هذا الشوط مع سكر سلطان بن سالم بن يمعة بن الغويص، ياتي بتحديات السكر اللي انطلق بناموس هذا الشوط، ولكن شعار العطية من الجانب الاخر راهي خليفة بن علي بن حمد العطية يقدم راهي مع المركز الثاني، شعار الشاعر بن مصلح ايضا يتسلل بدوره مع المركز الثالث، مع المركز الثالث ياتي بهذا الانطلاق بتحديات ملفت اللي وصل مع المركز الثاني. المركز الرابع ياتي عزام سالم بن محمد بن سالم العفاري، ولكن شعار العويسي من الجانب الاخر الشبابي حميد بن حمد بن حميد العويسي التقدم ايضا مع المركز السادس، مع المركز السادس الثمين حمد بن مصبح بن عود الغفلي، ولكن بنعود مع الصدارة مع الانطلاق مع التحدي، وأرهني سكر سلطان بن سالم بن يمعة الغويص ياتي بتحديات السكر ملفت من الجانب الآخر، بدأ يلفت الأنظار مع هذا التقدم. سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي يقدم ملفت، وصول مع ثمين حمد بن مصبح بن عبود الغفلي ينطلق بدوره مع المركز الثالث، بدأ بالصدارة والتحديات حاضرة، ولكن سكر على الصدارة. ثمين قادم، ثمين بدأ يتسلل، بدأ يتقدم، ينطلق بناموس هذا الشوط ثمين لحمد بن مصبح بن عمود الغفلي، واللحظات الأخيرة تحديات من حين خط النهاية مع التوقيت الزمني أيضا. نتابع المركز الثالث ملفت لسعيد بن حمد بن مصلح الحبابي، المركز الرابع جاء أسر لصالح بن علي بن صالح الحميري، المركز الخامس كان دخول جماعي في اللحظات الأخيرة. نعود مع التوقيت الزمني ومع الانطلاقات المتميزة والتحديات الحاضرة في اللحظات الأخيرة، التوقيت الزمني 4:30 جزئين من الثانية، والتحديات أيضا ما بين سكر
وما بين ملفته دهانين ايضا، ولكن سكر سكر اللي انتزع ناموس هذا الشوط للسلطان بن سالم بن يمعة الغويص السويدي. 4 دقائق 30 ثانية، جزئين من الثانية توقيته الزمني، بينما اللي وصل مع المركز الثاني جاء ايضا بهذا الانطلاق شعار ثمين حمد بن مصبح بن عبود الغفري، والتوقيت الزمني ايضا بنفس التوقيت، بينما اللي وصل مع المركز الثالث ملفت لسعيد بن حمد بن مصرح الاحبابي. 4 دقائق 31 ثانية و6 اجزاء من الثانية.